انا عايزك بقى ايه من فتره للتانيه كده تطمني. المهم دي الوكبيه اللي اتفقنا عليها واحسن منه كمان. الموضوع بتاع القصر ده مش هيتحل قانوني. امال هيتحل ازاي؟ مش قدامنا بقى غير رجاله من الحاره، واحد بس هناك اللي يقدر عليهم. قصدك مين؟ قصدي يحيى العطار. حاج وفيق، انا طالب يد بنتك. انت تشرف اي بيت يا زكريا، بس انا زي اي اب عايز يطمن على بنته. وانت لحيلتك مهر ولا شبكه؟ وقلنا دي احنا بنشتري راجل، بس تقدر تقول لي هتتجوز ازاي؟ حكومه البلد كلتها بتشمشم عليك، انت قتلت ظابط يا زكريا. وانا لما رجعت نفسي لقيت ان عيله العطار بيحكمها كبير تاني. والله اعلم هتقدر ترجعه تاني ولا لا، حتى لو اديتك مال وسلاح. هرجعه، بس ساعتها انا ما بنساش، كله متسجل وهيترد في وقته. وما تنساش ان ده كان طلبك من الاول. عداك العيب، عداك العيب يا زكريا، بس ناخد راي العروسه الاول. معاك اليوم بليله، بعديها انسى كلام نواصل، بس ساعتها ما تلومش غير نفسك. كان نفسي ضيفك، بس المية مقطوعة، بيغيروا ماسورة الصرف. أنا مش جاية عشان الضيف. آه صحيح، أمال جاية ليه؟ جاية تطمني عليا؟ لا، أكيد لا، جاية لك عشان نتفق. ياه، مش بدري قوي؟ والله حلوة، درتي عاوزاني أتفق معها بعد 30 سنة. طب ايه رأيك تيجي ننسى الثلاثين سنة اللي فاتوا ونفكر في الثلاثين سنة الجايين ونلعب في صف واحد؟ هو انت في حاجة في دماغك ولا انا بحلم ولا تقلت العيار؟ صف واحد؟ ناقص تقوليلي نبقى اصحاب. بص يا هنان، انا عندي فلوس، عندي فلوس كتير قوي، وابنه عنده الرجالة اللي أنا محتاجة لها عشان يرجعوا لي بيتي اللي اتسرق مني، وإنتي هديلك الفلوس اللي إنتي عايزاها. ياه، إنتي فعلاً بقى في حاجة في دماغك. طالما ابني مع الرجالة وهو ابن العطار الكبير ويقدر يرجع القصر، يبقى يديهولك إنتي وعيالك ليه؟ ما ياخده هو. الحسبة بسيطة قوي، بس واضح إن إنتي ما فكرتيش كويس. حكاية صف واحد دي بقى ملهاش لازمة بصراحة. صحيح، أنا كان في سنين كتير كان نفسي أشوفك عشان أخد حقي منك بسناني، بس بعد ما لقيتك دلوقتي قدامي ولقيت الجثة ما فيهاش روح، أقرف أمد عليها سناني. أنا كنت عارفة إن المقابلة دي هتبقى صعبة. صعبة علينا إحنا الاتنين مش عليكي لوحدك، عشان انتي فاكرة ان انا زمان سرقت حقك، وده مش حقيقي. انا لما قابلت زين قبل ما ارتبط بيه قال لي انكم مطلقين. الكلام ده ملوش لزوم يا بنت الاكابر، انا ما بقاش في عمري قد اللي راح، ومش عايزة احس في يوم ان حياتي اللي راحت في كره لزين وكرهك انتي وعيالك راحت هدر. والقصر اللي انتي عايزاه ده من حقي انا وابني، واللي حوصل له قبل ما توصلي له. وساعتها لو خدتي خطوة ناحيته مش هستخسر فيكي تمن الرصاص ده، انت اللي دافعة تمنه من زمان قوي. خطوة عزيزة. شرفتي. خليه يسيب السلاح ده. انت بتعمل ايه يا شاطر؟ مش هتلحق تعرف انا هعمل ايه يا هاشم بيه. سيبه، مش هيعمل اي حاجه. انا عايز اعرف ايه اللي اتغير. اللي اتغير في ايه؟ في اتفاقنا. اللي اتغير ان انت ما بقتش تلزمني، بقيت كارت محروق. انا كنت عايزك تلعب على بنت العطار عشان يبقى ليا حد جوه بيتهم، انما دلوقتي ما فيش بيت العطار اصلا، يبقى انت ما تلزمنيش. تقوم تقتلني؟
قتلك. أنا لو عايز أخلص من حتة عيل زيك ما قتلوش. أنت زعلان عشان ما جبتلكش ورد في المستشفى؟ ورد؟ ورد إيه؟ هو أنت فاكرني عيل صغير هتضحك عليه؟ شيل يا بابا اللعبة دي. أنا لو عاوز أموتك أموتك دلوقتي حالاً، وأنت عارف ده كويس. أنا لا حاولت أقتلك ولا جيت جنبك. شوف بقى مين اللي كان عايز يخلص منك. قعدت أدور عليك كتير عشان نكمل شغلنا. شغل إيه؟ ياسمين هربانة مع واد بلطجي، لازم تجيبها وتحميها. الله، هي مش خطيبتك برضو؟ أنا مش هلعب اللعبة دي تاني يا هاشم. هاشم بيه؟ هتلعبها غصب عنك مش بمزاجك. احنا بينا اتفاق، وانا بس اللي غيره. انا هضاعف المبلغ اللي اتفقنا عليه وترجع ياسمين. قلت ايه يا اياد؟ القهوة يابا. اقعدي يا مان، اقعدي. خير يابا. ايه رايك في زكريا العطار؟ تقبلي راجلك؟ اللي تشوفه يابا انا اقبله. بصراحه يابا انا بشوف اللي بيحصل بس ما فهماش ليه. رفضت النسب وبعدين قبلته عشان بعززك يا بنتي. ازيك؟ تمام الحمد لله. انا ياسمين زين العطار. عارفك طبعا. وهل يخفى القمر؟ اول بنت حلوه تخش ارض الدار لازم تبقى بنت صاحب الدار. انا امير ابن الشيخ سلامه، الله يرحمه هو اللي كان بيدير المكان ده. الله يرحمه، بابي كان بيحبه قوي. ربنا يرحمهم جميعا يا رب. هو انا ممكن اسالك عن حاجه؟ حسن مش كده؟ انت عارفه؟ عارفه. حسن اقرب حد ليا في الدار، بس دلوقتي احنا ممنوع نتكلم عنه. لو حد عرف اني جبت سيرته معترض من هنا وحسن نفسه موصين يفضل موجود، عشان اعرف ايه اللي بيحصل. طب هو ايه اللي بيحصل؟ ليه مخبيين عني مكانه؟ وليه حسن مش موجود في الدار هنا اصلا؟ بصي، دي حكايه طويله قوي، بس باختصار يعني سميح بعد موت ابويا وابوكي بيحاول يسيطر على الدار لسبب ما حدش فينا لسه يعرفه. طرد حسن وبيتلكك عشان يطرد اي حد مش عاجبه. طب انا محتاجه اوصل لحسن ضروري، اعمل ايه؟ انا هحاول اخرج واعرفه انك هنا، بس لحد ما ده يحصل ما بيجيش سيره لحد. احنا ما اتقابلناش وما اتكلمناش. بعد اذنك انا ورايا شويه حاجات اخلصها. بس انت عاجبني النهارده، شكلك بقيت زي الفل. طنجان طمنتني عليك. بس انا مش مطمن يا عز، حاسس ان انا مش هبقى في اي تحسن. احسن حاجه في الموضوع ان انتوا كلكوا حواليا. احنا هنفضل طول عمرنا حواليك يا ابني. انت اخويا، انا عاوز اعلمك حاجه عن الدنيا دي عشان ما تاخدهاش على صدرك. الدنيا دي عامله زي السحر، تخليك تبص في اتجاه تحسسك ان هو ده اللي فيه الحاجه المهمه، بس في الحقيقه الحاجه المهمه دايما بتفضل معاك. انا عايزك تعلمني. متقلقش، هعلمك حاجات كتير قوي. ايه يا عم؟ انت هتفضل نايم لنا نفس النومه ديت؟ عامل ايه دلوقتي يا حازم؟ هاي يارا. خطوه عزيزه يا ست البنات، البيت نور. ميرسي يا طنط، ده نورك. انت ايه ياما اللي داخله علينا بيه ده؟ شقي؟ مفيش حاجة ساقعة، طبق جيلي، شوية مشمشية. ما انت لو كنت تفهم في الذوق كنت اتصلت بيا قلت لي جايبة ضيوف، فكنت عملت حسابي. بس اقول ايه؟ بختي مايل في خلفتي. جرى ايه يا اما؟ انت تهزقيني وسط اصحابي ولا ايه؟ يرضيكي يا طنط، بقالي اسبوعين بتحايل على اي هيجيبني لحضرتك وهو مش راضي. ما يرضينيش يا نن عين طنط، ده بيتك ومطرحك في اي وقت. سيبك من الواد البراوي ده. انا هسيبكم دلوقتي تشربوا الشاي وادخل اكمل غسيل المواعين. عن اذنكم، سيجارة يا. خذي راحتك كده. ايه بتبصي لي كده ليه؟ يحيى انا عايز اعيش معاكوا هنا، عايزك تعلمني الشقاوه.
شقاوتي اللي علمها لك. انت ناقصه شقاوه؟ لا ناقصني كلمتين. فتحه مطوه، طريني كده بتفتح المطوه ازاي؟ ومعلمك انا فتحه مطوه، تعلميني انت ايه بقى ان شاء الله؟ انت عايز تعلمي؟ انا عايز اتعلم ازاي اخلي بنت في حلاوتك كده تحبني. لا 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 ده صعب قوي. لا 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 بس انا بتعلم بسرعه. ماشي لو علمتني هعلمك. موافق. اول درس عندنا في اللغه احنا بنحط قدام اي كلمه ايه؟ ازاي يعني؟ حبيبي، عسليه، عسول. عسول؟ لا من غير اللام، عسو اللي هي على طول. عسو اخراشي. طب وريني بقى بتفتح مطوتك ازاي؟ بتفتحي مطوة؟ ماشي. اوعي ايدك تعوري. مش هتعرفي تفتحيها. الصلاة على النبي. كنا رايحين نعمل هيرو. ايه ده؟ ده هو ده انت برنس يا عم، ده الراجل طلع جامد جامد يا عم اهو. طب ما انت طلع عندك اخوات كول اهو يا حازم. اه يعني بس ما كانش عايش معانا. ليه؟ كنت فين؟ والله كنت مقضي حياتي اغلبيتها سفر. اه طيب هنبقى نجي لك تاني بقى يا حازم. يلا يا هيرو. قشطة يلا. ابقى اعمل لي ادى على فيسبوك، هتلاقيني عند حازم عشان ابقى ابعت لكم الصور يعني. سلام يا عم زوما. سلام يا عم ماجيكو. انت هتعديني ولا هتخفيني يا عم ولا ايه؟ تتجوزها ازاي يعني؟ المصلحة بتقول كده. والله؟ وايه كمان؟ المصلحة بتقول ان انت تتجوز ثلاثة؟ اتجوز ثلاثة واتجوز أربعة، ما دام ده هيخدم عيلتي. هيخدم عيلتك ولا هيخدمك أنت يا زكريا؟ هيخدمني فيها نادية. ما تركزي كويس وتشوفي احنا في ايه. القصر والتاخد، الدار وتسيطر عليها، وأنا وهربان، ولا عارف أروح ولا عارف أجي. وعشان أعرف أرجع كل ده محتاج رجالة، محتاج سلاح. فاهمة يا نادية؟ جوازي بالبت دي هو اللي هيقويني وهيضعفنا. أنا يا زكريا أنا مراتك ولحد دلوقتي مش عايز تعترف إن إحنا عايشين تحت سقف بيت واحد. هعترف يا نادية، هعترف، بس أخلص من اللي أنا فيه. بعد كده هعملك كل اللي أنت عايزاه. أنا مش ناسي إنك أم ابني. اي خد هتطورنا تاني بقى يا عسل. هتقضيها ضحك مع الزباين ولا ايه يا ابو علي؟ ليه بس يا عم حمزه؟ ايه اللي حصل؟ ستة قد امي. امك؟ هو انت تعرف امك؟ لا يا عم حمزه ما اعرفهاش، بس يمكن عشان كده الواحد ما بيصدق يخبط في اي ست كبيره، يحاول يحسن نفسه انها زمان. شوف يا حسن، أنا ما أحبش الهزار مع الزباين ومش عايز مشاكل مع حد. أنت يا ابني من ساعة ما جيت رزقك واسع والخير كتير، فما تخلينيش أقطع عيشك. لا تشوفه يا عم حمزة، لا تشوفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا حمزة؟ الحمد لله، والله بركة إني شفتك يا حاج بحر. طبعاً. مين ده؟ ده واد غلبان بعطف عليه وبيساعدني، لأن أنت عارف أنا ما بقتش زي زمان. ونيت عن شغل غربة معانا في شغلنا، ها؟ تمنين يوم؟ مرضى الله يا حاج. وإيه اللي رماك علينا؟ أكل العيش. عرف لي أصله وفصله، ها؟ ما ناقصينش مشاكل احنا. اختي فين؟ فوق مستنياك. تفضل تفضل. يلا يا شعبان يلا. خطوه عزيزه. يلا يا ابوي. قوم فز نظف، جايب لنا الكلام. ايه
رايق يا رايق. على فكرة الحياة مش جاكوزي بس. ازيك يا صالح؟ اخبار زكريا ايه؟ لقاه ولا اتصل؟ زكريا مش غبي يا رايق علشان يتصل بحد فينا، اكيد عارف ان كلنا متراقبين. بصراحة كده انا جاي لك بخصوص الموضوع ده. انت فاهم ان انا مخبيه؟ طب عليا الطلاق من شوشو محاصر. شوشو مين ومخبيه ايه؟ انا جاي عشان اتكلم مع ناديه. ناديه؟ ناديه مين؟ اه بنتي. ايه ابدا عريس؟ اوعى تكون انت العريس، الدكاتره منعينها من الانتيبيوتك. بلح بالعجوه بزياده في دماغك يا رايق. بقول لك انا جاي علشان ناديه في حوار يخصها. هي فين؟ مش عارف، مسافره. مش عارف ولا مسافرة؟ ده شكلك عايزني احلف يمين تاني، شكلك مصمم تطلق طنطك شروق. لا ولا تحلف ولا تطلق، انت اصلا مش ناقص يا رايق، حمل ذنوبك خلاص هيغرسك في الجحيم. على العموم لما تشوف نادية اقول لها ان انا عايزها ضروري، واني بحاول اتصل بيها وهي ما بتردش. سلام يا رايق. طب ما تقعد تاكل لقمة. طب غطس غطس. اغطس يا رايق، اغطس قوي، افيد ليك وللبشريه. انت بيوتك بصحيح. بقول لك يا معلم، الكافيتيريا دي شكلها غالي قوي. بس اسكت، الكافيتيريا ايه دي؟ الكلمه دي ما اتجالتش عندنا في البلد من التسعينات. ماشي يا عم الجديد، انا بس بقول لك عشان ما ترسيش في الاخر على غسله باق. غسله باق دي اقدم من الكافيتيريا بعشرين سنه. تلاقي مصره القعده تبقى ابيض واسود. ما تقلقيش يا ساره، انا اللي هحاسب ومن فلوسي. رشوه يعني؟ طب بص بقى عشان تبقى عارف، الحوار سيكون في منتهى الشفافيه والمهنيه. وانا قاعد مع الاستاذه منى الشاذلي. ايه يا ساره، احنا قاعدين في الكافيتيريا اللي قلتي عليها، فنتكلم كلام تاني. طيب خلي بالك مني بقى عشان انا صحفيه شاطره. ماشي يا ستي. نبدا؟ اتفضل. السؤال الاول، ايه علاقتك بعيله العطار؟ ولدهم. انا اسمي فارس عبد الحميد العطار، صالح العطار يبقى جدي، وزين العطار وسليم العطار يبقوا عمامه. وعندي عمام كتير تانية بس مش هقدر اتكلم عنهم غير قدام المحامي بتاعي. ايه ده ايه ده، انت طلعت من الناس بقى. امال فين باباك عبد الحميد؟ عبد الحميد العطار طار في المطار، مش موجود. طيب قولي، ايه حكايه الفيديو اللي انتشر ليك انت وعمك سليم ومصر كلها كانت بتتكلم عنه؟ يعني ما اقدرش اقول حاجه تانية غير اللي الناس شافتها. عمي كان بيدافع عني وكل الناس شاهد على كده. انت عارفه الفيديو ده عامل كام مشاهدة على اليوتيوب؟ كام؟ وانا ليه كل ما اسال حد ما يجاوبنيش على السؤال ده؟ ما انا معرفش، انا بسالك. ما انا بسالك. خلينا في المهم، يلا السؤال اللي بعده. تفتكر مين ورا الحوار ده؟ يعني والله انا ما اعرف مين قدامه عشان اعرف مين وراه. ولاد الحرام كتير. عندك حق، الدنيا ما بقاش فيها ولاد حلال كتير. لا يا ساره، يعني هم موجودين بس مش كتير، يعني بيبقوا قليلين بس عندهم مواصفات، بيبقوا ولاد حلال. يعني وهم بيسمعوكي تلاقيهم عاملين كده بالظبط، ويعني ممكن يساعدوا اي حد في الشارع من غير ما يعرفوا يعني الراجل ده مين ولا بيعمل ايه. وهم دي حلال، وتلاقيهم يعني في الستات عاملين دي الحصان، في الرجاله عاملين دي الحصانه. دي الحصانه. وضحكتهم بتبقى كده. يا ابويا يا عم سليم، انت كده بتعاكس صح؟ دي معاكسه؟ اه والله انا قلتها من غير ما افكر فيها. اطلب ايه يا فندم؟ ايه يا عم عفريت، ايه الدخله دي؟ بقول لك ايه، انت اللي هتحاسب صح؟ بس ما تحرجنيش عيب. بقول لك ايه يا متر؟ امرنا يا فندم. هات لنا متر كمان عشان هنطلب طلبات كتير قوي. ليه حضرتك؟ ما انا ممكن اقوم بالطلبات كلها. وليه الطمع؟ ليه تقطع عيش زميلك يعني؟ معلش هو بيحب يهزر، ممكن تجيب لنا المنيو بتاع الاكل؟ حاضر فندم. لا اتفضل. المنيو في الكافيتيريا؟ على فكره انت مشكله. بس ممكن تتحل. ازاي؟ يعني ساعديني. طيب نكمل حوار ولا ايه؟ اه نكمل. طيب ده يبقى خالد بحر الجبال، واحد من اقدم واكبر الرجاله في البلد، تاجر سلاح واثار وحاجات كتير كده، كل البلد بتخاف مني وبتعمل له الف حساب. عشان كده ابوك اول ما شافه كان هيترعب منه. ما قلت لك كل البلد بتخاف مني ما عدا انا. اشمعنى يعني؟ عشان هو من جواه راجل طيب، وانا بشوفش منه غير الراجل ده. انت تعرف عم بحر ده لما يبقى رايق يقعد يغني ويعزف على العود وكل البلد تتسلطن مني. غريب. هو ايه اللي غريب؟
هو ايه اللي غريبه؟ غريبه ان الراجل زي ده يبقى بيغني وبيلعب عود وبيحب المزيكا. بقول لك على حاجه، ابويا برضه الله يرحمه كان بيحب العود والشعر. مش عارف ازاي الناس بيبقى عندها الجبروت وفي نفس الوقت بتحب الحاجات دي. الغنى والشعر بيخلوا الحجر يتكلم يا حسن، بيحسسوا الناس انهم بني ادمين. هقول لك على سر، قول بس محدش يعرفه. انا بكتب شعر احيانا، يعني مش بكتب شعر حلو بس يعني بقعد اكتب اللي بحس بيه كده. طب ما تسمعني. لا لا اسمعك. لا قول يا حسن. لا لا مش فاكر حاجه، يعني المره الجايه لما اشوفك هبقى اقول لك. يبقى شكلك حلو لما بتتكسف. ايه بتكسف دي؟ مفيش راجل بيتكسف على فكره. انت عارفه اول ما بتضحكي بحس اني عامل زي الطفل الصغير اللي جات له احسن هديه في الدنيا. ايه اللي بتقوله ده؟ انت اللي شكلك حلو لما بتتكسفي على فكره. رحمه انا بحبك، بحبك من اول مره شفتك فيها. هما ده اللي بيقولوا عليه الحب من اول نظره اكيد، مع اني اصلا ما كنتش اعرف يعني ايه حب، بس كل الحاجات اللي انا بحسها هي بالظبط اللي بيحكوا عنها واللي كانوا بيغنوا لها. انا بقول لك الكلام دوت عشان دي ممكن تبقى اخر مره نتقابل انا وانتي. بس عم سلامه الله يرحمه قال اللي بيحب بجد ما بيخافش، وانا قلت اقول لك حتى لو انت مش حسن. انت كمان ايه؟ انا كمان بحبك. انا كمان ما عرفش وما حبيتش قبل كده، بس زي اي بنت بحلم بالحب ده من وانا صغيره. ستي دايما تقول لي ان الحب بيحلي، وانا من ساعه ما عرفتك وكل الناس بتقول ان حلويت، يبقى هو ده الحب يا حسن. يلا عاد لحسن الدنيا هتضلم علينا. خلاص ده صح الدنيا. يلا بقى كمل سندوتش بنفسي. والله ما كنتش حاسس طعمه قوي بس دلوقتي والله شايفه الهباب اللي احنا ماشيين فيه ده هيعجبك قوي. انا عايز رجاله منكم من عائله عبد الهادي تاجي معايا على القصر رجع ورجع حقي، واول ما نرجعه كل طلباتكم اوامر، فلوس، تجاره، سلاح. واضح انك ليك كتير ما نزلتش عندنا البلد، وما تعرفش ان عيله عبد الهادي بطلوا اللبش من زمان، ولو كنا بنبيع رجالتنا بالفلوس ما كانش الحال زي الحال. يعني عيله عبد الهادي موافقه على اللي عملته عيله المحمدي في دار الحاج صبري؟ مش كان في اتفاق بينكم على العمده؟ اللي بين عيله المحمدي وعيله العطار ملناش صالح بيه، وبرضك بالاتفاق وبامر الحكومه مفيش في ايدينا حاجه نفيدك بيها، كل واحد وله حربه يشيلها لوحده. عندك حق. نورت يا وادي العطار. وادي العطار؟ واد مين في العطارين عاد؟ ابن زين العطار. زين العطار؟ طب اقعد يا ولدي اقعد. موجودة في الحفظ والصوني هاشم بيه. لا انا قلت لها ما اعرفش طريقه فيه، ما هو انا لو قلت لها كان هنا وطردته هنخش في سؤالات كتير. وبعدين دي بنت زين العطار، وبيني وبينك كده من يوم مكالمة سليم العطار وانا قلقان. حاضر يا بيه، كل حاجة ماشية مظبوط زي ما رسمنا وأحسن حبتين. مع السلامة يا بيه. عمور عمور تعالى وقف الباب وراك قرب. مال ما عرفتش أمير كان بيقول لها إيه، بس لو قالها كان زمانها قلبت الدنيا. أمان بتلقاش زين. اسمع يا عمار ركزي معاي، ربنا خلق الناس درجات، وقال الأوان إن الناس تعرف إن درجتك أعلى منيهم، والدار دي لليتامى بس اللي زينا. علشان كده دورك في الفترة اللي جاية هيبقى كبير وشأنه عالي. حركني انت بس وانا معاك. دلوقتي هاشم بقى وحش
مش ده اللي انت كنت واقفه تتحايل عليا هنا عشان اروح اشتغل معايا يا اما؟ ما تشتغلش مع هاشم دلوقتي، ما تبقاش دراع هاشم اليمين. امال انت عايزه ايه مني؟ ما ينفعش يا ابني الموكوسه ابني حد يحركه يثبته مزاجه، يقول له روح يروح تعالى تيجي، بس على الاقل هتعرف تهرش له في ظهره احسن من دراعه الحقيقي. يا اما اللي انت بتقوليه ده ما يصحش وعيب، انا مش صغير ولا هفقل اللي انت بتتكلمي فيه ده، وانت عارفه كويس. يبقى ركز معايا كويس، ولازم تعرف وما تنساش ان انت ابن زين العطار الكبير، وهاشم مش مشغلك معاه عشان خاطر سواد عيونك يا اخويا، لا مشغلك معاه عشان انت ابن زين وانت اللي تستاهل تبقى كبير العيله. عشان كده بقى عايزك تركز معايا كويس وتسمع كلام امك وتدور على حقك. حقي ايه يا اما اللي انت بتتكلمي فيه؟ خلاص عيله العطارين ما بقاش فيها حاجه يا اما، الشركات بتقع وابنه الكبير هربان وكل عيل في حته. عارفه عارفه، بس هيقفوا من تاني. جهان بنت الوزير كانت مشرفاني. وده عايزه مننا ايه بقى ان شاء الله؟ عاوزانا نرجعها القصر، عاوزه رجالتنا يرجعوها الهانم. وانت قلت لها ايه؟ قلت اللي قلته هعمل اللي اعمله، المهم سيبها لي، دي جايه حد عندي هاخد حق القديم والجديد. بس انت دلوقتي ركز، السكينه سرقاك ومش عارف ايه اللي بيحصل. لا ياما انا عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، وبكره الايام توريك انت مربيه ايه. سلام يا ام يحيى. نحلال جاي السلام على زمايلك مش كده؟ في حاجه جالك انت يا باشا؟ خير؟ بصراحه مكتبي وحشني قوي. يا ابني انت لحقت، وانا بصراحه مش عاوز اخليك تشتغل وانت في الحاله دي. بالعكس يا باشا، ده ممكن يبقى دافع كبير ليا ان انا ارجع اشتغل واجتهد تاني في شغلي. هرجع اقول لك ان ده مو صح، لكن اهو براحتك. يعني ارجع على مكتبي يا باشا؟ اتفضل يا سيدي، اما نشوف غيرتها معاك ايه. متشكر يا فندم. يعني انت عايزه تقوليلي اللي انت فيه ده عادي يا رحمه؟ في يا حسني مالك؟ يعني الضحكه اللي منوره وشك وما قطعتش من ساعه ما دخلت البيت، اكيد وراها سر. لا سر ولا حاجه، مبسوطه يا بابي. اطلع من دول يا بنت، ده انا اختك. احكي لي احكي لي. هحكي لك، بس وحياه ستك ما تقولي لحد. وحياه ستي ما هقول لحد، قولي. انا بحب. تحبي؟ وبتحبي مين؟ حسن. حسن؟ حسن اللي نهارك اسود، كيف تعملك ده يا بت؟ في يا بت مالك؟ هو يعني كان بايديني؟ معرفش، هي جاتك ده. ده نصيبه يا رحمه، نصيبي. نصيبه ليه يا ابوه؟ ما انت عشان خالي بحر جاي يطلبك لولده شعبان، وابوكي وافق عليه. عندي بلاش تتعبي نفسك، ارتاحي. وانا بعمل ايه؟ اديني بسلي نفسي. انا عاد بحب شغل البيت، وكنت بفكر دايما ان جوزي ما ياكلش غير من يد. كنت غبيه، عارفه اني ما كملتش تعليمي، كان كل هم ازاي احب عبد الله وارضيه. انا بقى عكسك خالص، ما بحبش شغل البيت، يعني عايزه جوزي كده يجي يلاقيني على سنكه عشر. لا بحب الطبيخ ولا الكنس ولا الطبخ. تقدري تقولي كده يعني ان انا واحده رايقه؟ بس ده بيفرق من راجل لراجل. كل الرجاله زي بعض، بيحبوا يشوفوا مراتاتهم على سنجه عشر، ولو ما عملتيش كده يبصوا بره. صدقيني انا. طب هرجع لك تاني. ايوه يا ري. في ايه؟ ري كده من غير بابي؟ صالح العبطار كان عندي النهارده وبيسال عليكي، وشكله عارف انت فين ومع مين. بيكلميه وطمنيني. ها؟ طب هو صالح عايز مني ايه؟ قال احنا هنضرب وداع، معرفش. كلميه شوفي وطمنيني بعدها. ويا ريت ما تتكلمش تاني عشان زكريا ما يشكش ان انا بنقل لك اخبار. الله، امال انت بتعملي ايه؟ بتاخدي تان. طيب بعدين اقفل انت دلوقتي. أنا فاكر الأيام دي زي ما يكون امبارح. كنت محتاج فلوس في الوقت ده، لأن أبوي كان بيموت ولازم يعمل عملية. جدك الحاج صالح العطار الله يرحمه كان مغرقنا بجمايله،
سليم وزين العطار قتلوا ولد ناصر المحمد العمدة، وكان لازم حد يشيل الموضوع عنهم. أنا وافقت على طول إن أروح وأقول أنا اللي عملتها وأقدم كفني وأعيش بقية عمري بعاري. يوم الجودة أبوك وقف كالفارس وما رضاش بالظلم وقال لهم مش هو ده القاتل. مش قادر أنسى إحساسي يوميها، حياني حياني يا ابني بعد ما كنت هموت. ومن يومها وأنا شايل جميله في رقبتي ورقبة ولادي من بعدي، وأنا وكل عيلة عبد الهادي تحت أمرك يا ابني. ايوه بس يابا. ما بسش، كل اللي هقوله هيتنفذ حتى لو كانت حياتكم كلكم لآخر واحد فيكم هي التمن. أنا شايل الدين وأنا عايش، لازم أسدده وأنا عايش. أنا مش عارف أشكرك كيف يا حاج خليل. ما تشكرنيش أنا يا ابني، روح اقرأ الفاتحة لأبوك. اللي بيعمل خير بيقعد له ولو بعد ألف سنة، والنهاردة جه معاد رد الجبيل. ولو جه الموت يا ابني أموت وأنا مش مديون. يا سلمى حرام عليكي نفسك، كفاية بكى عاد، عينيكي هتنشف من كتر البكى. طب أنا أقدر أعمل إيه وأنا أعمله؟ تقدر تعمل حاجات كتير يا علي، تقدر تعمل حاجات كتير. طب قولي لي وأنفذ على طول. هربني هربني علي لو بتحبني، اثبت لي ده وهربني. خير يا دكتور؟ والله انا مش شايف اي سبب للانزعاج اللي انت فيه. الحكايه كلها سوء تغذيه او الضغط وطي شويه. يعني اطمن؟ الموضوع بسيط جدا، اطمن.